كاين علماء سجنوا. شيخ عبد اللطيف سلطاني رحمه الله سجن. شيخ احمد سحنون الله يرحمه برحمته ايضا كان في الاقامه الجبريه. شيخ العرباوي نفس الشيء، شيخ مصباح نفس الشيء، شيخ البشير الابراهيمي. انظر لما يكون مسلم ويحاصر ويمنع من حقه لا تجد احدا يتعاطف معه. لا حقوق الانسان في الداخل ولا في الخارج، كانه مش انسان. مسلم ماكش انسان. حقوق الانسان واش معناها؟ ما عدا المسلم مش انسان. رايتم ماذا فعلوا في رابعه العدويه؟ مش ناشر، يحرقون بالجرافات، يشحلون بورما. لا احد في الجزائر شفتوها، في بورما شفتوها، في كل شيء. لكن كلمه الانسان لا تنسحب على المسلم. امبارح شفنا الباب فرانسيس يتكلم على المسيحيين، ونحن ضد في الشريعة الإسلامية، ضد أن يعامل أهل الكتاب بغير شرع الله عز وجل. باهي، ولكن الباب نتاع الفاتيكان ما تكلمش على الإنسان اللي كاين تحرق في بورما، ما يتكلمش على الناس الذين يضربون بالقنابل. امبارح شفت الدنيا قامت ولم تقعد، قامت ولم تقعد. طاح طيار أردني، هذا الطيار الأردني كان يسوق في طائرة سموها F-16 وهي يعني محملة برؤوس الموت. قامت الدنيا. سؤال المطروح، خلونا من العاطفة، خلي أعطانا ربي عز وجل عقل نحرك شوية هذا العقل. هذا الشاب الذي يحمل طيارة ليقتل آخرين، هؤلاء الآخرون من اللي في تحالف؟ من تحالف دولي فيها أمريكا ولا لا؟ أمريكا والتحالف الدولي. هؤلاء هل يجوز شرعا الاستعانة بهم؟ لا، لا يجوز الاستعانة بهم شرعا، لا يجوز. إذا هو محمل برؤوس نووية ولا برؤوس لسنا ندري ما هي ليقتل عددا كبيرا من الشباب. هذا كله قامت الدنيا عليه. أولا هؤلاء الشباب اللي موجودين في العراق وموجودين في سوريا وموجودين في الجزائر وموجودين في تونس، هل ناقشناهم؟ هل تحاورنا معهم؟ هل عرفنا ماذا هي مطالبهم؟ لماذا نقتلهم؟ كأن هؤلاء لن يسألوا يوم القيامة عنهم، سيسألون عن كل واحد قتل في هؤلاء. أحصاه الله ونسوه. سبحان الله، هؤلاء ستسألون عليهم. سميه انت إرهاب، سميه انت متطرف، سميه ما شئت، ولكن عند الله عز وجل تقف الخصوم. سميه وش حبيت. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو من هو؟ والله لم يسل عليهم سيفا إلا بعد أن ناظر، وما سل عليهم سيفا ليخلع ما في أفكارهم، وإنما ليكف اعتداءه. فرق بين كف الاعتداء وبين مناقشتهم في أفكارهم. أيضا عمر بن عبد العزيز رحمه الله نفس الشيء. هؤلاء الشباب اللي موجودين في الجزائر قبلها وفي غدوة، هؤلاء الشباب كلهم لو دارسنا ربما كلهم يجمعهم حاجة واحدة، يحبوا شرع الله عز وجل. ليس مع فيهم المخلصين وفيهم الدخلاء وفيهم المتجاوزين وفيهم صنائع الغرب، لازم نعرفوها، مش كلهم كيف. انا اتحدث عن الشاب المخلص. طيب الناس لما راحوا من الجزائر ولا من تونس راحوا يناصروا خاوتهم في سوريا، لماذا ذهبوا الى مناصرتهم؟ لما تقاعست الدول ولا لا؟ لم ينصرهم احد، الناس تضربوهم بالقنابل، ضربوا بالكيميائي وكذا وكذا. اذا لابد، هذه مساله نقول يعني إذا كان في الدنيا عقلاء، والله العلي العظيم إذا كانت حوسوا تعالج القضايا هذه غير بالقتل والدبابات والطائرات، لا بد من أن نراجع المسألة من جذورها، من جذورها. ما هو السبب؟ ما هي الدوافع؟ ما هي كذا؟ الدوافع الدينية والدوافع الاقتصادية والدوافع الاجتماعية والدوافع كذا، هذه كلها بد أن تدرس. ويديروا مؤتمر في الدول العربية، قال كفوا الآن، هذو شبابنا ما نحبهم شكل، لا هؤلاء يقتلون ولا هؤلاء يقتلون. لا، أما إذا كان دائما
الآن اللي يحب يبقى في الحكم لازم يقول باللي عندي الإرهاب. قول عندي الإرهاب تبقى في الحكم. قول عندي الإرهاب نحي حقوق الناس. أصبحت الإرهاب وسيلة للبقاء في الحكم، والغرب أصبح كل من يحارب الإرهاب الغرب يقف معه، ولو كان ديكتاتورا ولو كان جلادا ولو كان قاتلا ولو كان كذا. إذا يوليوا هذا الشباب أغلبهم هؤلاء يوليوا ضد هؤلاء حكامهم في الداخل، وضد أيضا ماذا؟ ضد الخارج، لأن تمالأ عليهم الجميع دون أن ندرسهم وأن ندرس أسبابهم وأن ندرس إلى آخره. أما السبان وأنا أنا سموني إرهابي، سميني إرهابي، أنا تسميني خوارج، سمي خوارج، المهم أنا عند الله مش عندك أنت، مش أنت اللي راح تحكم علي، مش أنت اللي راح تحكم علي، اللي يحكم علي هو الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى. علاش تحوس أنت؟ سميه إرهابي، حتى فرنسا كانت تسمينا فلان وكانت تسمينا إرهابيين وكانت تسمينا بجميع النعوت. هل فرنسا لما سمات المجاهدين إرهابيين يعني خلاص ربي دخلهم للنار لأن فرنسا سماتهم، ولا الطواغيت يسموا خصومهم هكذا؟ ما فيش دولة، الدول العربية ما كانش دول مارست الإرهاب بجميع صنوفه مثل هذه الدول، دول العربية اللي مارست الإرهاب